بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دلكت القهوة التركية تعطي لمعانا وتبييضا للجسم، وتعمل على إزالة السيلولايت. هذه الدلكة بسبب الخصائص الموجودة في القهوة التركية تكون هنا خضراء، ونقوم بتحميصها في البيت بطريقة طبيعية وآمنة، وبعدها نقوم بطحنها على شكل بودرة ناعمة. طبعا لها فوائد كثيرة في الجمال، جمال البشرة والشعر. تعمل بسبب خصائصها الموجودة بسبب عفوا الخصائص الموجودة في هذه القهوة، فهذه الدلكة تعمل على التخفيف من مظهر السيلولايت وتقلل من ظهوره، وكذلك تعمل على تقليل ظهور الشعر تحت الجلد واختفائه تماما. تعمل على توحيد لون بشرة جسمك إذا استخدمتيها بشكل منتظم. تفتح علامات تمدد الجلد البيضاء والتخفيف منها ومن وضوحها بشكل كبير. تزيد نعومة بشرة جسمك وتظهرها بمظهر صحي متألق براق وناعم. طبعا هذه الفوائد والكثير منها ستكتشفونها مع الاستخدام المتكرر والمنتظم لهذه الدلكة، والتي مكوناتها متوفرة في كل بيت. طبعا رائحتها جميلة جدا. نستخدم في هذه الدلكة، قلت، القهوة التركية. ممنوع استخدام قهوة سريعة الذوبان، أو استخدمي أي نوع بن متوفر في بلدك، البن الجاهز، ولكن أفضل لو استخدمت القهوة المحضرة في البيت. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من القهوة التركية ونضيف عليها 2 ملاعق طعام كبيرة من نشا الذرة، الكورن فلاور أو المايزينا. يمكنك كذلك استبدال نشا الذرة بنشا الأرز. نقوم بمزج المكونات الجافة مع بعضها البعض جيدا. ثم نقوم بإضافة ملعقة شاي صغيرة من زيت الجليسرين. في حالة عدم توفر زيت الجليسرين، يمكن إضافة زيت اللوز أو زيت جوز الهند أو حتى زيت الأطفال. لمن بشرة جسمها جافة جدا، تضع 4 ملاعق من الزيت. نخلط المكونات كذلك مع بعض، ثم نقوم بإضافة ماء الورد تدريجيا حتى الحصول على قوام الدلكة. تدريجيا حتى لا تفسدي الخلطة، ضيفي ماء الورد حتى تتحصلين على قوام، قلت، الدلكة. بهذا الشكل عفوا. ونستمر في المزج هكذا جيدا. نتحصل على هذه الدلكة الرائعة، دلكة القهوة التركية.
وأنت بالحمام قومي بتدليك هذه الدلك على جسمك قبل عمل الشاور، وبعدها اغسلي جسمك بالشاور جال عادي واشطفيه وانعمي بجسم لامع، وكذلك قلت يعمل على تبييض الجسم. هذه الدلك طبعا قررت أن أضعها بالقناة بعدما نجح مقشر القهوة وعجب الكثير من مشتركات قناتي. هذه الدلك آمنة الاستخدام للحوامل، للمرضعات، للبنات كذلك يمكنهم استخدامها وبكل أمان. إذا أحببت عمل كمية كبيرة من هذه الدلك، قومي فقط بمزج المكونات الجافة، احفظيها بعلبة زجاجية، وبعدها فقط أضيفي الزيت وأضيفي ماء الورد عند الاستحمام. إذا تبقت لك من هذه الدلك يمكن وضعها بعلبة كذلك محكمة الإغلاق، واحفظيها بالثلاجة صالحة الاستخدام لمدة أسبوع كامل. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.